لا تتوقف التسجيلات الصوتية المسربة والمنسوبة لزعيم حزب الدعوة في العراق نور المالكي وهو يهاجم مقتدى الصدر شريكه في العملية السياسية. فبعد وصف المالكي لمقتدى بالجاهل والعميل وتياره بالخائن الجبان، يكشف المالكي في التسريب الصوتي الجديد إنه سعى لتحويل ميليشيات الحشد إلى نسخة من الحرس الثوري الإيراني بهدف تجديد قبضته على الحكم. تسوي الحشد مثل الحرس الثوري. ألف رحمة على ذلك. لكن عجلوا علي. إحنا بعدنا بيها. إلى إيران. المالكي اتهم شريكه الصدر بأنه عميل لبريطانيا ومشروعها لضرب التشيع في العراق على حد تعبيره، وهو وتر طائفي لطالما عزف عليه كلا الخصمين. مقتدى الصدر الإنسان الذي لا يعقل أي طرفين أخوه، الله هذا راح يضيع التشيع كله. تمام. وهذا مرتبط بمشروع بريطاني مباشر. شي صباني هو. ولسه كان يملي قاعد واحد مسؤول كبير في بريطانيا يحكي عن عددهم الموجودين اللي هناك يتدربون عند بريطانيا. ولم يستثني المالكي في حديثه شركاءه ممن يدعون تمثيل السنة في الحكومات المتعاقبة، واصفا إياهم بالحاقدين رغم خضوعهم له وحرصهم على كسب رضاه. استطاعوا السنة الحاقدين قلة من حلفاء الأمس أعداء اليوم، يحركهم صراع النفوذ. هذا هو حال شركاء العملية السياسية في العراق. فالمالكي الذي تحالف مع الصدر في السنوات السابقة متقاسما معه المناصب ينقلب على شريكه ويكشف عن جرائمه وانتهاكاته التي التزم المالك الصمت عنها عندما كان رئيسا للحكومة لنحو عقد من الزمن بحكم التخادم والتحاصص وفقا لمراقبين. ووسط هذه الضجة اكتفى الصدر بالإيعاز لأتباعه بعدم الالتفات للتسريبات في محاولة منه لإبقاء الباب مفتوحا أمام خيارين بحسب محللين سياسيين: إما الرهان على تصعيد أنصاره عبر التظاهرات أو منح نفسه فرصة الحصول على شيء من المغانم.